السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في وصفة اليوم. هي مشروب القرفة، وصفة سهلة جدا ومفيدة للجميع. تعتبر القرفة من التوابل ذات الطعم الحلو، تأتي في المرتبة الثانية بعد استعمال الفلفل الأسود كتوابل. يعني هي تعتبر مضادات الالتهاب، وكمان فيها مضادات أكسدة، كمان مطيبة لرائحة الفم، لمكافحة الفيروسات، للوقاية من السرطان، تخفف الوزن، لنضارة البشرة، تحفز إنتاج الأنسولين، وتنظم ضغط الدم. بالنسبة لطريقة إعداد القرفة، بالبداية هون أنا بكسر الأعواد شوي، بضيف عليهم ماء بارد من الحنفية وبتركهم لثاني يوم. بعدين بسخنهم على النار، بضيف لهم مقدار آخر من الماء المغلي، وبخليهم يغلوا على نار خفيفة من نص ساعة لساعة تقريبا. بعدين بنصفيها وبنحليها بالسكر حسب الرغبة، وبنضيف لها الجوز. بس كانت هاي وصفتنا لإلكم، بتمنى يعجبكم الفيديو، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.